يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا فهم النبيين. وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس الثالث عشر من دروس أمراض القلوب ودرسنا اليوم عن علامات تظهر على المحسود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسد والعياذ بالله من أعظم أمراض القلوب والحسد لا يخلو منه إنسان. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومن الحاسدين، وأن لا نكون من الحاسدين، ويوجد أناس يحسدون حتى على لا شيء، ويقول بعض العلماء: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. والحسد والعياذ بالله- قد يدفع صاحبه إلى أن يغضب. وإذا غضب قد يدفعه غضبه إلى الانتقام، وانتقامه قد يدفعه إلى أن يطعن في عرض أخيه أو دمه أو ماله، فلا هو دفع الفضل إلى أخيه، ولا هو جلب الفضل لنفسه، والله عز وجل جعل الحسد مما ابتلي به بنو إسرائيل، فقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه حيث قال: أم يحشدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والعرب في كلامها إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا فلان محشد، ومعنى محشد أي كثير النعمة، فكثرة النعم التي تفضل الله بها على فلان جلبت إليه حشد الحاشدين، فالحاشد عدو لنفسه. ويزداد حقدا وكراهيه كلما ازدادت عندكم النعمه والحاسد لا يحب الخير لغيره الا كل من بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في صنعه لانك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب لذلك احيانا نرى بيوتا تحدث فيها امور عجيبه وبدون اي اسباب نار تشتعل في البيت الاب يصرخ والام تصرخ والاولاد والمشاكل والتعثر في الدراسه والمرض والضيق في المعيشه وقله الرزق واشياء غريبه في البيت تحصل وبعضهم يؤكدون بان فلانه او فلانا عندما يزوروننا تحصل هذه المشكله يعني اذا شعر الانسان ان في البيت شيئا غريبا او انهم غير موفقين وان الخلافات بين الزوج وزوجته تحصل دائما بدون اسباب وكان عندكم شبه يقين ان فلانه او فلانا هو الذي حسدكم من خلال زيارته لكم ففي هذه الحالة خذوا الماء الذي هو من آثار وضوئهم أو الماء الذي هو من آثار شربهم وضعوه في كمية من الماء وليختسل منها المحسود كذلك الماء الذي هو من آثار شرب الحاسد ضعوا فوقه قليلا من الماء وليقرأ المحسود عليه الفاتحة والمعوذات الفلق والناس ثم ليشرب المحسود هذا الماء وليقل بعد أن يشرب: المحسود هو الذي يقرأ الفاتحة والمعوذات، وليقل: اللهم أعذنا من عين الحاسدين ومن حسد الحاسدين، وألا نكون من الحاسدين، لأنه يوجد أناس تحسد وهي لا تدري أنها تحسد، يعني يكون عندهم مرض الحسد وهم لا يدرون. ويدفع الانسان الحسد بان يتعوذ بالله وما مثل المعوذتين شيء وقد دلت على ذلك الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجتنب الانسان مواطن من يعلم ان في قلوبهم حسدا عليه لذلك الامراض النفسيه خطيره جدا والحسد من اعظم الامراض النفسيه الحسود جاهل والحسود لا يرعى عظمه الله ولا غنى الله والله عز وجل غني عن عباده فما دام الانسان عبدا لله فالعطاء بين يديه اطلب تعطى والدليل قوله تعالى واتاكم من كل ما سالتموه فلماذا الحسد والحسد صفه ذميمه ولكن أحيانا أوجه إصبع الاتهام إلى المحسود، لأنه يظهر ما عنده، يفتخر ببيته، يقول هذا كلفني كذا، فإظهار ما عنده افتخارا هو الذي يجعل له حسادا، ولكن يظن كثير من الناس بأنه (وأما بنعمة ربك فحدث) أقول لهم (وأما بنعمة ربك فحدث) المقصود بها النعم المشتركة بيننا وبين الآخرين، هذه التي نحدث بها كنعمة الهواء ونعمة القرآن ونعمة العلم، فالنعم المشتركة لا حرج إن حدثنا بها، أما أن يفتخر الإنسان ويظهر بأنه اشترى بيتا بكذا وكذا، وسافر وأنفق مالا بكذا وكذا. فهذا الحديث يجعل له حسادا لأن الحديث عن النعم المادية أمام آخرين ليس كذلك قد يسبب الحسد وعلينا أن نعلم بأن الفعل السلبي أيضا سيقابله فعل سلبي يعني النعم الخاصة ما الفائدة من إظهارها أمام الآخرين ما هو إلا افتخار افتخار امام انسان ضعيف سيقابله بفعل سلبي وسيحسده اذن الانسان عليه بالتواضع والا يذكر النعم الخاصه افتخارا امام ضعيف لذلك ليتجنب الانسان مواطن من يعلم ان في قلوبهم حسدا عليه ولا داعي ان يظهر ما افاض الله عليه في الملا وقد روي شيء من هذا عن امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولو قرأتم التاريخ وايام الناس واحوال العباد وتراجم الرجال لوجدتم في هذا عجبا، كيف يحسد الناس بعضهم بعضا، فبعض من يحسد يضعف ويقبل بتسلط حساده عليه، يعني يضعف جسمه ويتأثر من الحسد وبعضهم يقوى إن حسده أحد ويهيئ الله له أن يرد وبعضهم من الحسد ينجو حينا ويقع حينا ودعونا ننظر إلى حكمة أم رومان زوجة سيدنا أبي بكر أم سيدتنا عائشة فهي عندما أرادت أن تخفف الوطأة عن ابنتها عائشة لما رميت بقضيه الافك قالت لها يا بنيتي انه قل ان تكون امراه لها حظوه عند زوجها الا اكثر الناس عليها بمعنى ان مقامك معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الانصار تتوخى ليله سيدتنا عائشه بالهدايا الى النبي عليه الصلاه والسلام فالام البصيره العارفه علمت ان هذا لن يتركه الناس فهذا من اسباب وقوع اولئك المنافقين في عرض الطاهره والمبراه من فوق سبع سماوات والذي يعنينا من هذا امر من اعظم امراض القلوب فينبغي على المرء ان يتخلص منه ما امكن فالنبي عليه الصلاه والسلام لقي في مكه اشد العداء وممن آذاه هم قومه بل من حمل راية إيذائه هم قومه، والله يقول: وكذب به قومك وهو الحق. ثم الذين آذوه الأدنى فالأدنى فأبو لهب كان عمه ومع ذلك آذاه، وغيرهم ممن لهم قرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. أكثرهم أبناء عموم من قريش. الله عز وجل أنزل سورة يوسف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسلي قلبه ويثبت فؤاده، ذلك أن يعقوب ويوسف أيضا أوذي من قبل الأبناء والإخوة، فيكون بذلك تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبه دلالة أن الحسد قد يأتي أحيانا من القرابة ممن يخالطوننا. والناس أكثرهم جبلوا على هذا، ويقال: كل جسد مركب من الحسد إلا أن اللئيم يظهره والكريم يخفيه. وقد ضربت العرب في أمثالها وفي أشعارها ذكر الحسد وهذا حق، والله عز وجل يقول في القرآن في ذم اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والحسد كان قديما وليس بدعا غير مألوف ألا كل من خالط الناس وعاشروهم يرى أن الحسد يجري في دماء أكثرهم لكن الناس لا بد من أن يعلموا أن الحسد أحيانا يدفع إلى البغض ويدفع الإنسان إلى أن يبغي إما في عرض أو في دم كما صنع قابيل بأخيه هابيل، فقد دفعه الحسد إلى أن يقتل أخاه، فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فالمقصود هو بيان الحسد وذمه. هنا يبقى أمر آخر وهو العين، وما يصيب الإنسان إذا أصابته عين. والناس في تقلبهم للعين يختلفون فبعض الناس عندهم تقبل للعين حيث أن العين تؤثر بهم فأولاد سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة فقالت أمهم أسماء بنت عميس لا ولكن العين تسرع اليهم فبعض الناس الله جل وعلا جعل فيهم قابليه للعين بحيث تؤثر فيهم العين ولكن البعض الاخر ابعد من هذا حيث لا تؤثر العين دائما عليهم لكن الانسان ما من الله به عليه مما يفرح به ويفخر لا يحسن أن يكثر من إظهاره للناس، فالعين حق، وعلى الإنسان أن يقرأ المعوذات، وأيضا يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، وأيضا إذا أصبح يقول: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات، التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فهذا الدعاء وأمثاله مما لا يعارض ما ورد فعلى كل مسلم ومسلمة أن يقرأها لعل الله عز وجل أن يكرمكم فينفعكم بها فيحول الله بينكم وبين مرض الأجساد وبين الحساد وبين الشر الأشرار والله قال وقوله الحق فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وبعضهم قد من الله عليهم بفضل ما في جسده أو في علمه أو في لسانه أو في غير ذلك، فهذا أحياناً يبتلى بعين يجهل صاحبها، فعندما يجهل صاحبها، فهذا الإنسان لا يقال له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعامر ائتني بغسلك أو وضوئك، إنما في هذه الحالة عليه أن يكثر هذا الإنسان من الدعاء. ويقرا ايات العين وايات العين هي اول سوره تبارك ويقرا منها اربع ايات الاولى الى قوله تعالى ينقلب اليك البصر خاشئا وهو حسير وايضا يقرا اخر ايه من سوره القلم وهي قوله وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وأيضا يقرأ الآية في سورة يوسف وهي قوله تعالى وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وأيضا يقرأ الآيات العامة الفلق والناس وآية الكرسي والفاتحة، وأيضا يقرأ آيات الشفاء، وهي قوله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وقال تعالى أيضا: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال أيضا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال أيضا: وإذا مرضتُ.. فهو يشفين وقال ايضا قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال ايضا فيه شفاء للناس فهذه باذن الله تعالى يقراها على نفسه وينفث في كفه ويمسح جسده او ينفث على صدره وباذن الله تعالى تعين على الشفاء مما اصابه من العين وايضا يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله تعالى احسن الخالقين فاذا قرأ هذا فلعلّه يخفف عنه شيئا مما أصابه والتحسين مطلوب شرعا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يضع يديه الطاهرتين الشريفتين على راس الحسن والحسين وهو يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. وبعض الناس وبعض الأفراد وبعض العباد يكون جبلة مهيئا لأن يقبل العين كما كان أبناء جعفر ابن أبي طالب فقد اشتكت أمهم إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع اليهم العين افاسترقي لهم قال نعم فكان يامر من حولهم ان يسترقوا لهم يعني المقصود هو ان الناس يختلفون في قضيه قبول العين فليله نصف من شعبان هي مظنه غفران الذنوب فيترك ولا يغفر له اثنان كما جاء في الحديث المشرك لان الله لا يقبل دعاء احد ولا عمل احد اذا كان متلبسا بالشرك والدليل قوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ولئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا ظاهر والمشاحن والمشاحن على الصحيح من في قلبه بغضاء وشحناء وعداوة وضغينة فهذه سببها غالبا الحسد لغيره والحقد عليه كما أن إبليس حسد أبان آدم وكان ما كان من بغضاء وضغينة في قلبه على أبينا آدم فجعلته يقسم بين يدي الله أن يضل بني آدم قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليّ لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحتنكن ذريته الا قليلا المقصود ياتي السؤال هنا ما الجامع بين المشرك والمشاحين فمن اجمل ما قيل هو ان المشرك جاء بالشرك الذي هو اجتثاث لاصل كل عمل بمعنى ان الله لا يقبل منه شيئا مهما بلغ في استقامته مع الناس فلو كان هذا المشرك محسنا منفقا وله صله باعمال البر ولا ياتي منه اذى لجيرانه فكل ذلك لا يقبله الله منه لانه مشرك اما المشاحن فقلنا ان السبب الاعظم في الشحناء والحسد والحقد والضغينه التي في القلب، فقد سماها النبي عليه الصلاه والسلام حالقه الدين، قال عليه الصلاه والسلام: "دب اليكم داء الامم الحسد والبغضاء هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فالحسد يحلق ويذهب الاعمال الصالحه، فهذا الحسد الذي يذهب الاعمال الصالحه قارب الشرك" إلا أن الشرك يجتث الأعمال الصالحة بالكلية ولا يبقي منها شيئا حتى أصل الإيمان لا يكون موجودا مع الشرك لكن الحسد قد يبقى أصل الإيمان لذلك جاء المشاحن في المرتبة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح وهي ظاهرة بينة ودعوة نبوية كريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نطرح الغلة والحسد والبغضاء والشحناء من قلوبنا المسلم أخو المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام والآيات في هذا كثير لكن النفوس يغلب عليها حب الدنيا ويغلب على الناس مع بعضهم حسد الأقران، ويغلب على بعضهم حب أن يجمع لنفسه كل شيء، وبعضهم والعياذ بالله لا يرضى بقسمة الله تعالى له، والله عز وجل نقم على أهل الإشراك بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال أيضا: أم يحسدون الناس؟ على ما اتاهم الله من فضله اذن فالحسد هو داء الامم قبلنا وهو كثير في الناس اليوم اعاذنا الله واياكم لذلك الحاسد ان علم في نفسه ان فيه حسدا للاخرين فينبغي ان يراجع حساباته ليؤكد لنفسه ان هذا ضعف في ايمانه والله تعالى يقول واتاكم من كل ما سالتموه وليعلم هذا الحاسد ان المحسود الله عز وجل اتاه المال وهو ينتظر منه ان يدعوه هو ليعطيه ولكن احب ان اوضح شيئا وهو ان المحسود اذا كان غافلا عن الله فالحاسد يصيبه والعين تصيبه يقول عليه الصلاه والسلام العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة، فهذا المحسود إذا كان غافلاً عن الله فسيصيبه الحسد، وعين الحاسد ستصيبه، فعلينا أن لا نغفل عن الله عز وجل حتى لا يسوق لنا الله عز وجل المصائب عن طريق هؤلاء إن غفلنا عنه، ولكن أهم نقطة في هذا الموضوع هي ان المحسود الموصول بالله لا يستطيع الحسد ان يؤثر فيه اما المحسود الغافل عن الله والحاسد الحاقد ولعل عنده اشعه ومعظم الناس تعرف هذا فهذا المحسود الغافل عن الله ان اظهر ما عنده من متاع الحياه الدنيا امام انسان محروم بعيد عن الله وهو شاك في عدالة الله، وهو محروق على أن يكون مثل فلان، فلعل هناك أشعة تخرج منه فتؤذي هذا المحسود. فالحاسد هو إنسان شرير، والحاسد هو كافر كفرًا جزئيًا، لأنه كافر بعدالة الله، ومع أن الله عز وجل وزع الحظوظ بالتساوي، لكن الناس من جهلهم يتوهمون أن الحظ الذي يمكن أن يتقيم به الناس هو المال، ونسوا راحة البال، ونسوا الصحة، ونسوا الزواج الناجح، ونسوا الأولاد الأبرار، ونسوا بأن هذه الأمور هي عطاء كبير من الله، فقد يكون المال هو سبب قتل إنسان، لذلك هذه الحظوظ موزعة بالتساوي مثلا أحيانا نرى إنسانا فقيرا ودخله محدود ولكن الله وهبه صحة مثل الحصان ويأكل ما يشاء بمتعة وأجهزة جسمه كلها سليمة ولا نرى عنده مشكلة ونرى إنسانا آخر يملك ملايين النقود ولكن يوجد في صحته خمسون علة هذا الطعام ممنوع عنه، وهذا الطعام يحصل خلل في جسمه منه، ولو خيرناه بالفقير مع الصحة القوية والبنية القوية السليمة، لاختار الفقر مع الصحة السليمة والبنية القوية، ونحن نعرف أناساً كثراً يتمنون أن يفقدوا كل أموالهم، نظير الصحة أو نظير راحة بالهم، فمشكلة الناس أنهم يقيمون بعضهم بالمال فقط. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. هنا نكون قد انتهينا من الدرس الثالث عشر من أمراض القلوب وهو عن علامات تظهر على المحسود. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرف مرضا اخر من امراض القلوب وهو لا حسد الا في اثنتين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا وكفر عنا سيئاتنا بفضلك يا كريم اللهم اعطنا ايمانا ويقينا ليس بعده كفر، اللهم انا نسألك يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، ويا كاشف المهمات، ويا خفي الألطاف، نجنا مما نخاف، يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، نسألك أن تجيرنا من عذاب السعير ودعوة الثبور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.